السلام عليكم. النهاردة هنعمل أكلة حلوة جدا وموفرة. احنا هنعمل النهاردة كبد وقوانص، هتطلع تحفة ان شاء الله. انا جبت 1/2 كيلو من الكبد واشطفها بشوية مية، هتطلع شوية خل صغيرين، هشطفها بيها كويس جدا، بعدين هصفيها من المية بالخل وبعد كده هسيبها على جنب. انا شطفتها كده من المية بالخل عشان الخل ما يهريهاش، وجبت كمان 1/2 كيلو من القوانص. انا جايبه القوانص اصلا والكبد مجمدين وبشيلهم في الفريزر، وقت ما بحتاج لهم بنزلها قبلها بليله في التلاجة عشان تفك براحتها. فانا نزلت دي من بالليل، بس هي كانت محتاجه تتفكك شويه فبفككها شويه بالميه. هبتدي اقطع القوانص بالشكل ده عشان شويه تكون سهله في السوى، ما تاخدش وقت كبير، وكمان كده بتعمل معايا كميه اكبر بكتير من لما بتكون هي على حالها يعني. كده خلاص هبتدي اشطفها، اشطفها بشوية مية، احط لها شوية خل واسيبها على جنب شوية صغيرين. نجيب طاسة بقى ونحط شوية زيت، معلقة سمنة كبيرة، وبصلاية مبشورة، هبتدي اشوح البصلايه على النار لغايه لما هيبقى البصل يدبل شويه، يعني يبتدي يخش في اللون الذهبي شويه. خلاص كده البصل وصل للدرجه اللي انا عايزاها، هبتدي احط لها شويه فلفل. انا حاطه 1/2 فلفل اخضر بس رومي، لو بنحب الحامي نحط فلفل حامي. نقلب شوية لحد ما الفلفل يدبل شوية، وبعدين ابتدي اوسع في النص الطاسة وابتدي احط القوانص. هنقلب بقى القوانص كويس جدا مع البصل والفلفل. لحد ما تاخد كلها نفس اللون، يعني كلها توصل للون اللي هو الشوية بني. نحط شوية فلفل أسمر ونص كوباية مية. هغطيها واسيبها تاخد لها غلوة، تاخد لها غلوة واشيل الغطا واقلبها. بدأت تشرب المية بتاعتها، هقعد اقلب فيها شوية. بعدين بدأت اديها الملح، انا حطيت معلقة ملح، والملح طبعا حسب الرغبة. هبتدي ادور القوانص، لو هي لسه محتاجة سوا بسيبها تاني على النار. يعني اديت لها شوية مية صغيرين تاني، 1/2 كوباية، بس هنضيف المية مش كمية كبيرة مرة واحدة، 1/2 كوباية في 1/2 كوباية. كل ما تشربها ومحتاجة تاني لسه ما استوتش بضيف لها تاني 1/2 كوباية تاني. كده خلاص بدأت تدخل في السوى، اديها تقريبة تانية. هبتدي ادوق الملح، لو محتاج ملح هنضيف له، احنا اصلا حاطين شويه صغيرين قوي فانا محتاجه ملح، فانا حطيت معلقتين صغيرين. اديها تقليبه،
انا كده هدوقها تاني هشوفها بدأت تدخل في السوا ولا هي لسه مستويتش. هغطيها بقى وتسيبها تستوي شوية. كده خلاص حسيت ان هي استوت شوية، هي بدأت ميتها تنشف ناحيتها قبل ما تلزق، فاحنا نقلبها كويس. خلي بالنا عشان البصل والفلفل بيخليها تلزق. هبتدي كده بقى اوسع في وسط الطاسه وابتدي احط الكبده. اضيف الكبده، انا الكبده مخليها زي ما هي مش محتاجه ان انا اقطعها عشان ما تتهريش، كبده بسهوله جدا بتتهري. ابتدي اقلبها بقى مع بعضيهم. الأكلة دي مفيدة جدا جدا وجميلة وموفرة وحلوة جدا. أحلى حاجة في الأكلة دي إنها ممكن تتقدم مع مكرونة، ممكن تتقدم مع رز، ممكن كمان تتعمل سندوتشات بتبقى تحفة. هقلبهم مع بعض لحد ما يبتدي الكبدة تاخد نفس لون القوانص لما جينا نحمرها. هي سخونية مع الحاجات السخنة القوانص والبصل والفلفل هتاخد اللون بسرعة مش هتستحمل. بنحاول ما نقلبهاش كتير بس. زودت لها شوية فلفل أسمر تقريبا نص معلقة صغيرة. هقلبها تاني. هبتدي اوسع برضو من نص الطاسة وهبتدي احط مكعبين مرق الدجاج. انا عارفه ان في ناس كتير ما بتحبش مرقه الدجاج، فلو مش بتحبوا مرقه الدجاج ما تضيفوش مرقه الدجاج، ممكن نحط اي نوع من انواع التوابل او لو في شوربه نحطها. وضفت نص كوبايه من الميه وقلبتها شويه. بس كده هنبتدي نهدي النار ونغطيها لحد ما تكمل سوا. شوف كده استوت وخليت فيها كمان شوية من الصوص، لو هنعمل جنبها رز تتاكل معاها يبقى في صوص مع الأكلة. أنا هعمل معاها مكرونة، غليت مية وحطيت شوية زيت وشوية ملح وجبت النوع ده من المكرونة في مية مغلية وابتدي أسلقها. قلبتها تقلبتين عشان متلزقش في بعض واسيبها شوية لحد ما تستوي. نبتدي نعمل الصلصة في حلة على النار. اعملها هنا بالصلصة بس عشان انا عايزة الاكلة تكون سريعة شوية. اديت علبة من الصلصة، قلبتها شوية في الزيت، بعدين ضفت لها كوباية من المية. هقلب كويس واضيف لها الملح والفلفل. انا بس بعملها كده ملح وفلفل، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر ومعلقتين صغيرين من الملح. هنقلبهم كويس مع بعض وكده الصلصه بتاعتنا خلاص بقت جاهزه. الزيت اول ما يطلع كده على الوش الصلصه يبقى هي خلاص اتسبكت. كده خلاص اتسبكت وهبتدي احط المكرونه عليها. انا مش حطيت كل الكميه، حطيت بس نص كميه تقريبا بس من المكرونه. هي المكرونه التانية هستخدمها زي ما هي. كده خلاص استوت شويه صغيرين مع الصلصه، خدت لها غلوه على نار هاديه قوي. ابتدي اقلبها وخلاص كده هقدمها. وده شكلها وقت التقديم. يا رب تعجبكم الوصفه والف هنا وشفا.